ركز معايا في إثباتات الدفع دي. سحوبات كتير من دول مختلفة، ده مثلا 226 دولار، وهنا 455 دولار، لحد أكتر من 900 دولار. إيه رأيك لو تشتغل أونلاين بالطريقة دي وتقدر تحقق أرباح من الإنترنت بشكل يومي عن طريق الفيسبوك؟ مش هتحتاج لأي خبرة في الموضوع، ومش محتاج أي مصاريف عشان تبدأ الشغل ده لأنه مجاني تماما. كل اللي أنت محتاجه هو التليفون أو جهاز الكمبيوتر عشان تبدأ شغلك بالطريقة دي، وطبعا تكون متصل بالإنترنت وهتقدر تشتغل من أي مكان. من فضلك ركز معايا في الحلقة بالكامل عشان تعرف كل التفاصيل للطريقة الربحية دي، وتقدر تحقق حوالي 400 دولار من الشغل ده. بس ركز معايا وشوف الفيديو للآخر، بدل ما تضيع وقتك على الفيسبوك ابدأ نفذ الطريقة دي، وخلي وقتك على الفيسبوك تحقق منه أرباح. أهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. الحلقة دي هتشوف بالتفصيل طريقة ذكية وسهلة عشان تقدر تحقق ربح من خلال استخدام الفيسبوك. ومبدئيا لو انت ما عندكش حساب على الفيسبوك او تحب تعمل حساب يكون مخصص للشغل، تقدر ببساطة تروح على facebook.com واضغط على create new account، وابدأ دخل البيانات اللي قدامك دي، الاسم الاول والاسم الاخير، بعد كده رقم تليفونك او الايميل، بعد كده الباسورد، وهتدخل تاريخ الميلاد وتحدد النوع وتضغط على ساين اب، وبكده تكون عملت حساب مخصص للشغل على فيسبوك مش هياخد منك اكتر من دقيقة. بعد كده تعمل تسجيل الدخول على حسابك على الفيسبوك، ومن فوق في مربع البحث عايزك تكتب الكلمة المفتاحية اللي قدامك دي funny memes، واضغط على علامة البحث عشان تظهر النتائج. ومن الجزء ده هتعمل الخطوة التانية اللي هي تضغط على جروبس، وهتلاقي النتائج ظهرت على جروبس بس، وكلها تقدر تشترك فيها وتستخدمها زي ما هتشوف عشان تبدأ تحقق أرباح أونلاين من الفيسبوك. وكل السحوبات اللي انت شايفها دي بنفس الطريقة اللي هتتعلمها في الحلقة دي، ومن دول مختلفة، منهم اللي بيحقق 100 دولار على الأقل يوميا من الطريقة دي. دلوقتي خلينا أوريك موقع مميز جدا اللي هو memefactory.io، وهتلاقي الدومين ظهر قدامك علشان مش هيبقى موجود في وصف الحلقة. في الصفحة الرئيسية للموقع هتلاقي ميمز مختلفة، وهتلاقي منها المئات في الموقع ده، لكن في الحقيقة أهم حاجة في الموضوع إنك هتقدر تحقق أرباح من الميمز دي. وعلى سبيل المثال الميم دي بتتباع بواحد إيثيريوم، ودي مثلا واحد إيثيريوم. خلينا فاهمك دلوقتي حجم الأرباح اللي ممكن تحققها من الطريقة دي، ونبدأ أصلا نوضح إيه هو الإيثيريوم ده. هو باختصار عبارة عن عملة إلكترونية، والإيثيريوم لو بحثت عنه هتلاقيه بيساوي تقريبا 1940 دولار أو أكتر أو أقل على حسب الوقت اللي أنت بتبحث فيه، يعني حاجة مش معقولة. ولو رجعنا هنا على الموقع ده هتلاقي إن الميم دي بتساوي واحد إيثيريوم، يعني 1945 دولار من الميم دي بس. وطبعا مش كل الميمز هتعمل المبلغ ده، وعلى سبيل المثال الميم دي بتساوي 0.20 إيثيريوم بس، برضو تعتبر مبلغ كويس جدا. ولو فتحنا جوجل نشوف الميم دي بتساوي كام، هتبدأ إن احنا نحط 0.20 في 1940 مثلا علشان نشوف قيمتها، او على حسب القيمة اللي هيديها لك. بص المبلغ اللي هيظهر قدامك طبعا مبلغ كويس جدا جدا جدا، والميم دي برضو هتساوي 0.35 إيثيريوم، وهيبقى برضو مبلغ كبير اللي هو تقريبا 680 دولار، يعني مبالغ كبيرة جدا من موضوع بسيط. عشان كده الناس دي بتحقق ارباح كبيرة بكل سهولة، وزي ما هتشوف في تفاصيل الحلقة. لو تابعت المشاهدة للاخر هتطلع من الحلقة دي باستراتيجية كاملة لتحقيق الربح من الفيسبوك، وهتفهم ازاي تنفذ الطريقة دي وتقدر تحقق منها دخل كويس من خلال الميمز. وكمان انت مش محتاج تصمم ميمز خاصة بيك، عشان كده قلت لك مش هتحتاج اي خبرة او مهارات عشان تنفذ الطريقة دي. المهم بس خليك معايا وركز معايا في كل التفاصيل على مدار الحلقة. نرجع تاني لميم فاكتوري، وتحت تصنيف دانك ريجستري اضغط على سبميت، ومن الصفحة دي تقدر تعمل ابلود للميمز بتاعتك، وتقدر تضغط على زرار ابلود عشان تبدأ الرفع، وبعد كده تقدر تضيف عنوان للميم دي وكمان كلمات مفتاحية وتعليق، واضغط على سبميت، والميم اللي انت رفعتها تلقائي هتظهر على موقع ميم فاكتوري في الماركت بليس، وهيبدأ الموقع يبيع الميمز بتاعتك تلقائي بدون اي تدخل منك، وانت مش هتبقى محتاج انك تبيع بنفسك ولا انك حتى تجيب متابعين ولا تعمل اي حاجة. هو الموقع تلقائي هيبدأ ان هو يسوق الميمز بتاعتك ويبيعها، يعني برضو بأكد لك ولا اي مهارات في اي حاجة، لانك فعليا مش هتعمل اي حاجة. وكل يوم من خلال الاف الزيارات اليومية للموقع ده والبحث عن الميمز الجديدة للاستخدام على السوشيال ميديا او اضافتها للفيديوهات، هتقدر ان انت تحقق ارباح بالشكل ده. دلوقتي اوريك مثال عملي ازاي تقدر تجيب ميمز مجانية، وازاي تقدر ترفعها على الموقع وتبدأ تشتغل. دلوقتي اول موقع هتقدر تجيب منه ميمز مجانية اللي هو memedroid.com، ومن الصفحة الرئيسية في الموقع ده هتلاقي مئات الميمز اللي هتقدر تنزلها مجانا، وكل ده بضغطة واحدة مش اكتر من كده. وتقدر تعمل كده سواء من التليفون او من جهاز الكمبيوتر، في الحالتين الموضوع سهل جدا. المهم دلوقتي اني هقولك ازاي تجيب افضل ميمز في الموقع عشان تحقق منها ارباح كويسة. لو بصيت في القائمة على الشمال هنا هتلاقي توب ميمز، اضغط على السهم ده وبعدها اضغط على توب ويك،
وهتلاقي في الموقع تلقائي جاب لك افضل ميمز اتعملت خلال الاسبوع، لانك ببساطة هتلاقي الاف الميمز المجانية على الموقع ده، لكن ازاي هتلاقي الافضل؟ وعشان كده لما تختار افضل ميمز في الاسبوع انت كده بتختصر الطريق للافضل، وده مثال لافضل الميمز الموجودة اللي هتقدر تنزلها مجانا من ميم دوجايد وكلها جودتها عالية. لو انت مثلا عايز تنزل الميم دي كل اللي عليك تقف عليها وكليك يمين وابدأ اعمل سيف للصورة على جهازك ومجانا، ونفس الحال على التليفون تقدر تعمل برضه سيف، مش هياخد منك لحظات او حتى تاخد سكرين شوت. ولو بصيت على الميم دي انا نزلتها على الجهاز عندي بالطريقة دي، بجيب الميمز من ميم دوجايد. كمل مشاهدة معايا للاخر عشان تشوف ازاي هترفع الميمز دي وتبدأ تحقيق الارباح منها بدون اي مصاريف، وتقدر تحقق $500 من الفيسبوك بالطريقة دي. الموقع التاني اللي هتقدر تجيب منه ميمز مجانية اللي هو jiffy.com، ده واحد من افضل المواقع في المجال ده، وانا عن نفسي بستخدمه كتير جدا، وما عنديش مانع خالص اني اشارككم الموقع ده، وخصوصا انك هتقدر تستخدمه في حاجات كتير جدا مش بس الطريقة دي. في الصفحة الرئيسية للموقع لو طلعت فوق في مربع البحث وكتبت funny memes وضغط على زرار البحث، هتلاقي فيه مكتبة كاملة من الميمز المجانية وجودتها عالية جدا، وده بالظبط السر اللي بنعتمد عليه في تحقيق الربح من الموقع ده، واللي كل السحابات دي معتمدة على نفس الطريقة دي في تحقيق الربح. على سبيل المثال الميم دي تقدر تعمل لها سيف على تليفونك او تنزلها على جهاز الكمبيوتر، وكل ده مجاني 100%. ولو بصيت في الموقع هتلاقي الاف الميمز اللي تقدر تنزلها وتستفيد بيها باكتر من طريقة، وبالتالي كل ما جبت ميمز اكتر ورفعتها على الموقع كل ما كانت ارباحك اكتر. دلوقتي هوريك مثال ازاي تقدر ترفع ميم على الموقع. اول حاجة اضغط هنا عشان تعمل ابلود فايل وتقدر ترفع ملف، وكده انت رفعت الميم خلاص، ودي الميم اللي انا لسه منزلها من الموقع التاني بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها. بعد كده اكتب عنوان للميم دي وتأكد ان العنوان يكون جذاب عشان تقدر تبيع وكمان تظهر في نتائج البحث. حطيت في العنوان هاشتاج best meme of the week، وفي الكلمات المفتاحية اتأكد انك تحط على الاقل 3 كلمات مفتاحية، وكتبت فيهم funny meme والتانية top meme والتالتة best meme، وبالتالي اي حد هيكتب في الماركت بليس ويبدأ يبحث عن funny meme او top meme او best meme هتظهر في النتائج قدامه. وكل ما معدل ظهورك كان اكتر كل ما فرصتك في تحقيق الارباح كانت اكبر. وفي التعليق تقدر تكتب حاجة بسيطة قوي زي دي the best meme of the week، وبعد كده اضغط على submit، وبكده انت رفعت الميم وكل البيانات اللازمة عشان تظهر في الموقع، وتقدر تعيد نفس الخطوات دي من موقع ميم درويد وموقع jiffy.com، وتقدر تجيب ميمز مجانية وترفعها على الموقع. ناخد بقى اهم جزء اللي سبته لاخر الحلقة، ازاي هتقدر تستغل كل الشرح ده والطريقة دي في تحقيق الربح من الفيسبوك. زي ما اتفقنا في الاول انت هتبحث عن funny memes واختار groups، وابدأ اعمل join عشان تشترك في جروبات خاصة بالميمز دي، وابدأ شارك رابط الميمز بتاعك في الجروبس دي، وكل ما الميم بتاعك هتاخد لايكات اكتر وتعليقات اكتر وشير اكتر كل ما ارباحك من الموقع زادت، لان مبيعاتك على الميمز هتزيد وكمان معدل ظهورك في الموقع نفسه هيزيد، ودي تعتبر طريقة كويسة جدا انك تزيد من مبيعات الميمز في الموقع من خلال حساب فيسبوك بتاعك، وخصوصا ان استخدام الميمز عالي جدا في مواقع التواصل الاجتماعي عموما. طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي فزلكة، وحتى لو انت ما بدأتش ان انت تشارك لينكات الميمز بتاعتك الموقع كده كده بيسوقها، بس احنا بنقول علشان تزود العائد بتاع الارباح بتاعك مش اكتر من كده. اتمنى انك تبدأ وتجربها، الموضوع مش هيكلفك اي حاجة ولا هتصرف فيه اي حاجة خالص، علشان بلاقي الناس في التعليقات طب ده مضمون ده مش مضمون، انت مش هتصرف اي حاجة، ايه المانع لو انت جربت ويمكن الموضوع يمشي معاك وتبدأ ان انت تحقق منه ارباح احسن من ما فيش خالص، وبدل ما تقعد على الفيسبوك وتضيع وقت على الفاضي هتبدأ ان انت تقعد وتحقق منه ارباح. نتمنى تكونوا استفدتم الحلقة، دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاية.